أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير صاروخ حوثي مضاد للسفن كان يستهدف خليج عدن في إطار الدفاع عن النفس، ويأتي هذا فيما نقلت رويترز عن مصادر أن قادة في الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني موجودون في اليمن لدعم جماعة الحوثي لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر. نغوص في تفاصيل ما يجري على الجبهة اليمنية مع ضيفنا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني جميل المعمري. أستاذ جميل، أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية. يعني كنا قد تناولنا هذا الموضوع في سكاي نيوز عربية قبل أيام، ما حجم الوجود الإيراني في الداخل اليمني اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك يا أستاذة شانتال وأهلا بالأخوة المشاهدين الكرام. طبعا بالنسبة لحجم الوجود الإيراني هو ليس بجديد، التواجد الإيراني منذ بداية الحركة الحوثية وهم موجودين، عبر خبراء كانوا يقومون بتدريب هذه الجماعة وتدريب قواعدها في اليمن، والتي بدأت منذ 2004 منذ الحرب الأولى على مع الحوثيين مع الميليشيات الحوثية. اليوم يا عزيزتي هناك 18 عنصر من قيادات الحرس الثوري الإيراني، وهم من يديرون المشهد العسكري والسياسي والاقتصادي ويديرون جميع العمليات العسكرية، ولديهم ما يقارب من 600 عنصر منتشرين على كل الجبهات وعلى جميع المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات. هؤلاء هم من يقومون بالأعمال العسكرية، وهؤلاء من يديرون القرار السياسي، مجلس الرئاسة أو ما يسمى المجلس السياسي للميليشيات الحوثية ما هو إلا شكل وديكور للجماعة. أما الإدارة الحقيقية والإدارة التي تقوم بالعمليات العسكرية والتي تقوم بإطلاق المسيرات والطيران وإطلاق الصواريخ وأيضا إعادة وتأهيل القوات المسلحة أو أسلحة الجيش اليمني السابق التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية، هم خبراء إيرانيين ومن حزب الله. ولكي أؤكد لك ما قلته قبل أيام، شاهدنا طيران الحربي يحلق سواء المي 17 اللي هو الحوامات أو الميج 29 الطيران المقاتل، كان يحلق فوق أجواء العاصمة صنعاء. هذا الطيران يا عزيزتي توقف لمدة 8 سنوات منذ بداية الحرب، وأنا تخصصي هندسة الطيران، يستحيل أن تقلع طائرة بعد توقف 8 سنوات إلا إذا تم إعادة تصنيعها، تسمى تعمير مصنعي، أي إعادة هذه الطائرة إلى المصنع لكي يتم إعادة تعميرها ومن ثم يتم إعادة تشغيلها. كيف تم تشغيل هذه الطيران وهذه الطائرات بدون أن تتحرك من داخل صنعاء وتم إطلاقها من داخل صنعاء؟ بمعنى أن هناك خبراء مصنعيين إيرانيين تم إحضارهم إلى داخل اليمن لكي يقوموا بعملية إعادة تعمير هذه الطائرات ومن ثم إطلاقها، وهي اليوم تمارس أعمال قتالية وحربية داخل اليمن. جميل. بالإضافة إلى بقية الأعمال جميل يا أستاذ جميل، يعني المنظومات الراديارية. نعم. أنا أستمع إلى هذه القصة يا أستاذ جميل، 18 عنصر من قيادات الحرس الثوري، 600 عنصر منتشر على كل الجبهات، تحدثني الآن عن خبراء تصنيع وإعادة تصنيع طائرات. الوجود الإيراني ليس بجديد، هذا ما ذكرته في بداية المحور. متى دخلوا هؤلاء اليمن؟ نعم. وما كان الهدف من إدخالهم؟ يعني وكأنه كان في مخطط أستاذ جميل قبل سنوات، يمكن تحضيرا لسيناريو من هذا القبيل اللي نشهده اليوم؟ بالتأكيد انطلقت الحركة الحوثية وأعلنت نفسها كحركة في 2014 بقيادة المدعى حسين بدر الدين الحوثي، والذي تم القضاء عليه بعد الحرب بعد الحرب الأولى. طبعا كان هناك خبراء إيرانيين يقومون بتصنيع الأسلحة البدائية، كانت عبارة عن تصنيع عبوات ناسفة، متفجرات، قنابل، قذائف الار بي جي، وأيضا الأسلحة الخفيفة المحدودة التي كانت يتم تصنيعها عبر مخارط، أي مكائن صغيرة تم إدخالها إلى صعدة. وبدأت هذه العملية في الحرب الأولى
عندما بدأت تصنع لهم هذه الأسلحة البسيطة التي كانت تستهدف من خلالها الجيش اليمني. بعدها تطورت، دخلت يعني عبارة عن مخارط كبيرة، مصانع بشكل بأحجام مصغرة، وصلت إلى تصنيع الآلي الكلاشينكوف، وصلت إلى تصنيع الرشاشات، وصلت إلى تصنيع أيضا القناصات والذخائر بجميع أشكالها. اليوم يا عزيزتي هناك أمور كثيرة استطاعت إيران إدخالها إلى اليمن، واستطاعت من خلالها أن تطور من السلاح النوعي الذي أوصلته الميليشيات الحوثية سواء عبر الطيران المسير. اليوم يا عزيزتي الميليشيات الحوثية تمتلك طيران مسير متقدم جدا، تمتلك اليوم صواريخ وتوربيدات بحرية خطيرة جدا كانت لا تمتلكها من سابق. هنا تساؤل كبير أستاذ جميل، العالم وليس ما مدى قدرة الحوثيين اليوم على تنفيذ عمليات بحرية في بحر العرب وخليج عدن؟ ما حجم هذه الترسانة البحرية لديهم بعد كل هذا التدريب والتصنيع ونقل الأسلحة والدعم وكل ما ذكرته؟ طبعا لو تحدثنا عن السلاح البحري، هم لديهم زوارق تتحرك عن بعد، لديهم زوارق يقوم بتفخيخها والتحكم بها من الساحل ومهاجمة السفن بها، يعني بمعنى أنها زوارق انتحارية موجهة عن بعد. لديهم أيضا طيران المسير الذي يستطيع من خلاله الوصول إلى البحر العرب أو البحر الأحمر عبر التحكم عن بعد أيضا. لكن يا عزيزتي نحن عندما نتحدث عن مثل هذه الهجمات والإمكانيات، ما هي الوسائل الردع التي كانت ممكنة أن تحد من هذه العمليات وأن تقلص قدرات الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر؟ كانت أمريكا باستطاعتها أن تدعم قوات الساحل الغربي والجيش اليمني وأن تعزل هذه الميليشيات عن البحر الأحمر، وتكون هذه هي أقصر الطرق لعزل إيران وأذرعتها عن تهديد الملاحة الدولية. لكن للأسف حتى الضربات الأمريكية التي اتخذت ضد الميليشيات الحوثية لم تكن مجدية ولم تكن ضربات قاسمة لهذه الميليشيات بحيث أنها تدمر جميع القدرات التابعة للميليشيات وأن تحد من قدراتها القتالية. للأسف أي أنا أعتقد الضربة التي لا تنهيك تزيدك قوة، وهذا ما يحدث للميليشيات الحوثية اليوم. وتساؤلات كبيرة حول ذلك أستاذ جميل، وهي تزداد لكن قوة وجرأة. نتساءل أيضا هنا، لماذا تريد إيران أن تظهر للعالم وكأنها تتحكم على هذه المنطقة من خلال اليوم عمليات التخريب والأعمال العدائية؟ ما الذي تحققه إيران من هذا المحور؟ أنا أعتقد من خلال الملاحظات والسيناريو الحاصل هذه الأيام، لاحظ أن هناك عملية جر أمريكا إلى مستنقع اليمن وإلى مصيدة تحيكها إيران ومن خلفها روسيا. لا نستبعد ذلك، كون أمريكا أدخلت روسيا في مستنقع أوكرانيا. اليوم روسيا ربما تكون أيضا هي الجهة الدائمة لإيران، وإيران تدعم ذريعتها في المنطقة لجر أمريكا إلى باب المندب وإلى البحر الأحمر واستنزافها في هذه المنطقة نكاية بها لما تقوم به في أوكرانيا. اليوم إيران تمارس سياسة خلط الأوراق، وتمارس أيضا سياسة زعزعة أمن المنطقة سواء عبر الخليج العربي ومضيق هرمز أو عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب. اليوم بدأت تحريك أيضا الشباب المؤمن الذين يتواجدون في الصومال، والذي تسيطر عليه الحرس الثوري الإيراني أو التي قام الحرس الثوري الإيراني بتدريبه سابقا. وهذا ما يجعلنا نتساءل يا أستاذ جميل إن كنا حقيقة نعيش عمليات حرب إقليمية غير معلنة اليوم في المنطقة، وهذا سيكون ضمن محاور لقاءاتنا الليلة. شكرا جزيلا للمشاركة معنا الأستاذ جميل المعمري الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني من القاهرة.